80%. عمر كمان نفس عمر القصة. كمال عبد المنعم. يعني خلينا نقول عناصر، لو من البداية احنا قلنا هو ده التشكيل كنا هنخاف. مين الامثل لو انا كابتن شوقي غريب، مين التشكيل الامثل؟ والله يعني انا شايف ان التشكيل الامثل، انا شايف ان كل اللعيبه رجعت وكل اللعيبه بقت كويسه وكل اللعيبه بقت في حاله بدنيه وحاله كويسه. اللي كان مصابين يمكن ما عندناش الا الشناوي بس، هو الوحيد اللي ممكن هيبقى خارج القائمه هو وحجازي. لو انا شايف بالشكل اللي يعني اللي بيجي لنا الرسائل وبيجي لنا كل حاجه كده، انا شايف هيبقى ابو جبل وهيبقى عمر كمال وهيبقى ابو الفتوح وهيبقى الونش ومحمد عبد المنعم. نعم. وعندنا حمدي فتحي والسوليه والنني وصلاح ومرموش ومصطفى كبدايه. لان هو لاحظ حاجه، دول هيبدا يبدا بدول لان هو بص كل المباريات بيبدا كده. بيبدا كده. وبعدين المدرب الكويس اللي هو بيبدا بتركيبه واثناء الماتش بيقلب طريقه اللعب وخطه اللعب وشكل اللعب. زي ما هو بيعمل ايه، يقوم شادد لعيب من نص الملعب ويقوم منزل تريزيجيه. بقينا عندنا اربع مهاجمين بدل ثلاثه. بقينا عندنا واحد، يعني مثلا تلاقي عمر وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد. عندنا مصطفى محمد له دور كبير جدا برضه، يعني احنا دايما بنقيم مصطفى انه ما جابش جوان، لكن مصطفى له دور كبير جدا. احنا في 2008 عماد متعب كان معانا ما جابش جوان، بس ما فيش واحد عندنا في الفرقه بيجيب جوان الا ما يكون عماد متعب هو اللي مفرغ له المكان اللي يجيب منه جول، او فتح له المساحه اللي يجيب منها جول، او عامل له السبيس اللي يشتغل فيه هو بالدبل باص وكده. ولما تشوف برضو الجون الاخير بتاع محمد صلاح وتشوف السرعات اللي بين محمد صلاح وتريزيجيه، تريزيجيه اللي احنا بنقول ان هو طالع من اصابه، لكن لما تشوف صلاح من اسرع اللعيبه اللي موجودين ومن اسرع اللعيبه اللي موجودين في العالم من غير كوره، صلاح هو بيجري بالكوره، الكوره بيجري بالمسافه دي كلها، وتريزيجيه بيجري معاه اكن الاثنين رابطين مع بعض. صح، الاثنين يعني في الرباط بين الاثنين، اللي بياخد متر بياخد متر زيه. واضح الكره دي تحديدا من الساقين او مفكرين فيها او لعبينها مع بعض قبل كده. اكيد اكيد دي معموله لها شغل، لان في الوقت ده العيون بتتلاقى. يعني العيون بتاع اللعيبه مع بعض من غير تدريب من غير مدرب بتتلاقى. بتتلاقى في ايه؟ ان انا شايف صلاح هيعمل ايه، فانا بتوقع بعمل اللي هو بيعمله. فلما بعمل اللي هو بيعمله بتبقى الامور سهله بالنسبه لنا. الحمد لله. يعني انا عايز اقول ان احنا الحمد لله وصلنا لشيء طيب جدا جدا جدا. نعم. بنتمنى باذن الله ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. لان ده برضو اضافه لهذا الجيل. اضافه لكابتن فريق محمد صلاح. ساعات لما بيجي التقييم العالمي ويجي التقييم بالفوز بتتحط قدامه المسيره بتاع المنتخب. فالنهارده مسيره المنتخب النهارده العالم كله بيتكلم في بطوله افريقيا على محمد صلاح واداؤه في البطوله. نعم. يعني محطوط دلوقتي هل صلاح مرشح لافضل لاعب في العالم؟ اللي بنشوفه في المباراه ده، لا هو فعلا من افضل لاعب في العالم سواء رضوا او لم يرضوا. يعني انتوا دلوقتي عمل حركه عايز حضرتك تعلق عليها وتقول لنا تحليلك. اخذ اسر الناس اللي ماتوا الاسبوع اللي فات في المدرجات والمصابين، اخذهم التدريب بتاع الكاميرون دلوقتي. بص يا سعد، هو استعطاف. استعطاف للجمهور. استعطاف للجمهور. هو لما يرجع يلعب المباراه في نفس الملعب اللي كان فيه المشكله ده، من الممكن يكون الناس هتبدا تفتكر اسرهم، فممكن الجمهور يبقى فيه ناس مش مبسوطه. فهو بيستعطف الناس ان احنا يعني بنلعب في الملعب ده عشانكم، وباخدهم بيجيبهم ويوريهم ان الملعب ده، واحنا يعني خلينا اقول ان الضحايا اللي حصلت في المكان ده احنا معاها ما احناش ضدها. فبيعمل حاجه يعني حاجه تحفيزيه ده عنده للعيبه اللي عنده، لان هو الملعب لما كان اتقفل انا كنت بفكر الملعب هيتقفل خلاص، يعني طالما حصل فيه الحادثه دي يتقفل حتى لغايه ما البطوله تخلص. لكن الملعب ده فتحوه مخصوص عشان الكاميرون، بيقولوا هم اللي طلبوا يلعبوا الماتش عليه عشان يعني يدي حافز لمنتخبهم. يدي حافز لمنتخبهم ويستوعب جمهور كتير. وملعب جديد خالص. يعني برضه هم فضلوا في الحاجات دي كلها، لان هو برضه لاحظ حاجه، لاحظ عنصر الجمهور مهم جدا جدا جدا. يمكن اخر مباراه احنا لعبناها في الملعب ده كانت في تصفيات كاس العالم. وكان احنا ما كناش واصلين، وكان الكابتن حسن معانا، وكنا في رمضان نلعب معاهم، وهم كانوا محتاجين التعادل يوصلوا كاس العالم، يكسبهم يوصلوا كاس العالم. كنا خسرين 1-0
وبعدين محمد شوقي هو احد المدربين اللي موجودين هناك مع المنتخب جاب جون تعادلنا 1-1 وطلعنا 1-1 وكوت ديفوار هي الواحد كاس العالم خرجناهم من كاس العالم صح الماتش ده خرجناهم من كاس العالم ومشينا طبيعي جدا الناس بتسقف لنا في الطريق واحنا رايحين لغايه الطياره كانت الطياره واقفه على طول بعد المباراه مشينا على طول يعني خلينا اقول يا احمد ايه يعني الحمد لله احنا ذكرياتنا مع الكاميرون كلها كويسه كعبين عالي عليهم وكلها كويسه سواء مباريات ودين انا شفت اللاعب حوالي 9 مباريات ضد الكاميرون كلهم نتائجهم كويسه يعني يعني انا عايز اقول ايه ان احنا دايما سواء ماتشات وديه او سواء ماتشات رسميه كان في كونتاكت كويس بين مصر والكاميرون على طول في المباريات سواء وديه او دوليه ففي كونتاكت كويس لكن لما تيجي بقى توصل دلوقتي للبطوله وتوصل للهدف بتاع البطوله لا بتاع البطوله له شكل تاني لوضع تاني واحنا باذن الله باذن الله يعني عندنا من القدره من اللعيبه ومن الناس التيم اتحدث واتحدث بلعيبه اكتسبت خبرات كويسه والتيم بقى بيلعب كوره كويسه وواضح انه كل يوم عن يوم بيزيد وكل يوم عن يوم الناس بتحترم اداء الفريق وده اللي مطلوب الناس تحترم الاداء وده اللي موجود دلوقتي فعلا هو مدير الفني للكاميرون الان من صلاح قال لك ده احسن لاعب في العالم وبالتالي هعمل كل حساباتي عشان امنعه انه يوصل للمرمى والله يا زهر انت لو شفت كل الماتشات اي مدرب سواء قال ان صلاح احسن لاعب او صلاح اهم لاعب في مصر او ما قالش ان صلاح احسن لاعب واهم لاعب في مصر واحنا هنتعامل بطريقه ثانيه كان بيخصص لصلاح لعيبه وكان بيخصص لصلاح مش واحد ده واحد ووراه واحد ولو انت تيجي تفكر في كل الماتشات اللي صلاح لعبها هتلاقي كل ماتش صلاح احنا بنقول اللعيب الكوره بيلعب مباراه 90 دقيقه لا صلاح بيلعب المباراه 180 دقيقه لان في مجهود مبذول عشان يتخلص من الرقابه الاول ومجهود مبذول عشان يصنع لزمايله ومجهود مبذول عشان يجيب اجوان فكل دي حاجات مبذوله عليه فنيا ممكن هو في ليفربول كل اللي معاه يعني انت عندهم بيشتغلوا بيخدموا كتير عليه بيشتغلوا بيخدموا ويجيبوا جوان ويشيلوا من عليه الضغط صحيح ويشيلوا عليه الحمل كتير نعم لكن عندنا احنا وضع مختلف لا بتيجي تشوف مثلا اي فرقه بيلعب لاعب كوت ديفوار تلاقي تكلفته وراه واحد كمان بيلعب المغرب تلاقي تكلفته وراه واحد كمان نعم ومش واحد كمان وواحد كمان ورا اللي كمان ده ثلاثة واربعة كمان صحيح يعني فدي برضه مجهود مبذول عليه بجانب يعني لما تيجي تشوف هو دلوقتي كقائد في التيم له دور وله دور واضح يعني دور واضح فعلا يعني دوره دور واضح ويمكن انا يعني بيبقى دايما كابتن الفريق ده ليه دور مهم جدا انا افتكر برضه في بطوله 2008 واحنا بنلعب وكان اول مباراه كان احمد حسن موقوف وكان ابو تريكه تقريبا موقوف يعني كان في لعيبه موقوفه وبعدين احنا كسبنا اول